بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الحضور الكريم، صدرت تكليفات سيادتكم بتطوير نظام التغذية المدرسية الحالي من خلال إنشاء منظومة متكاملة لتقديم وجبة غذائية مثالية لطلبة المدارس بقيمة غذائية عالية، فضلاً عن إنتاج منتجات غذائية بجودة عالية من السلع الاستراتيجية وتوفيرها بالأسواق بأسعار تنافسية لتلبية متطلبات السوق المحلي والإقليمي. فقد تم التخطيط لإنشاء مدينة صناعية غذائية لوجستية متكاملة تحت مسمى شركة سايلو فود باعتبارها إحدى روافد جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والتي تضم 6 مصانع للأغذية يخدمها مطحن ومجموعة صوامع للقمح، بالإضافة إلى 3 مصانع للطباعة والتغليف، فضلاً عن قطاع للنقل والحركة طبقاً لتوجيهات سيادته. فقد صار العمل على قدم وساق بسواعد مصرية، وتم الانتهاء بالفعل من هذا المشروع والذي أقيم على مساحة 135 فداناً بإجمالي 567 ألف متر مربعاً، وما يستتبع من بنية تحتية ومرافق صناعية في أقصر مدة زمنية ممكنة في ظل جائحة كورونا، والتي ألقت بظلالها على شتى مجالات التنمية في العالم بأسره. وبفضل الله تعالى ثم بدعم ومتابعة سيادتكم المستمرة تم التغلب على هذه المصاعب، واليوم تشرف شركة سايلو فودز بافتتاح سيادتكم للمرحلة الأولى كالتالي: صوامع القمح بإجمال 14 صومعة بطاقة تخزينية 280 ألف طن سنوياً، مطحن القمح بإجمالي 2 خط بطاقة 234 ألف طن سنوياً، مصنع البسكويت بإجمالي 5 خطوط لإنتاج البسكويت بأنواعه بطاقة 68 ألف طن سنوياً، منهم 2 خط لإنتاج بسكويت الويفر بطاقة 25 ألف طن سنوياً، 2 خط لإنتاج بسكويت بالعجوة بطاقة 34 ألف طن سنوياً، وخط الإنتاج البسكويت السادة بطاقة 9000 طن سنوياً. مصنع المكرونة بإجمالي 5 خطوط لإنتاج المكرونة والنودلز بطاقة 151 ألف طن سنوياً، منهم 4 خطوط لإنتاج المكرونة القصيرة والطويلة بطاقة 147 ألف طن سنوياً، بالإضافة لخط الإنتاج النودلز بطاقة 4000 طن سنوياً. مصنع للمخبوزات بإجمالي 5 خطوط بطاقة 9000 طن سنوياً لإنتاج جميع أنواع المخبوزات. مصنع للروتو لإنتاج جميع أنواع العبوات المرنة لتعبئة منتجات البسكويت والمكرونة والمخبوزات بإجمالي طاقة إنتاجية 8000 طن سنوياً. مصنع للدوبلكس لإنتاج جميع أنواع العلب بإجمالي طاقة إنتاجية 6000 طن سنوياً. قطاع للنقل بإجمالي 52 شاحنة لنقل المنتجات بطاقة 2000 طن على الرحلة، بالإضافة إلى 70 معدة للشحن والتفريغ. فندق لإقامة الخبراء الأجانب بطاقة استيعابية 45 غرفة. مباني إقامة وخدمات إدارية بطاقة استيعابية 800 موظف. سيادة الرئيس، تم إنشاء الشركة بأعلى معايير الجودة وتكنولوجيا التصنيع الغذائي أسوة بالشركات العالمية الكبرى من خلال تنفيذ الآتي: إعداد الهيكل الإداري للشركة بالتنسيق مع الشركات المتخصصة المحلية والعالمية باستخدام معايير ومواصفات جمعية الموارد البشرية الأمريكية، اختيار وتوظيف أفضل الكوادر المؤهلة من ذوي الخبرات المحلية والعالمية في مجال الصناعات الغذائية بالتعاون مع مجموعة من خبراء التوظيف بالشركات المحلية الكبرى، تدبير أحدث المعدات وخطوط الإنتاج ذات التقنية العالية بجميع مراحل الإنتاج بالتعاون مع الشركات العالمية الكبرى، تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية، فضلاً عن تطبيق نظام الحوكمة من خلال وضع السياسات الحاكمة للإدارة طبقاً للمعايير العالمية، استخدام أحدث نظم الإدارة والسيطرة الإلكترونية المتكاملة لمراقبة مراحل الإنتاج والسيطرة الكاملة على حركة بيع المنتجات، اتباع أنظمة الجودة الفنية والإدارية طبقاً للمواصفات العالمية للأيزو من خلال الإعداد والتأهيل للحصول على شهادات الأيزو العالمية، فضلاً عن تجهيز المصانع بمعامل لاختبار المنتجات خلال مراحل الإنتاج المختلفة. وأخيراً
الدراسة الفنية للسوق المحلي والإقليمي وتصميم العلامات التجارية بما يضاهي العلامات التجارية العالمية، بالإضافة لإنتاج مواد غذائية بالمواصفات القياسية العالمية، استعداداً لتصدير منتجات الشركة لتقليل الفجوة الاستيرادية ودعم الاقتصاد القومي. سيادة الرئيس، إننا نفخر دائماً بما تحقق على أرض مصر من إنجازات ونجاحات، ونسعى إلى مواكبة التقدم والنمو، واضعين المستقبل نصب أعيننا، ومستندين إلى مجموعة من الركائز المبنية على الأسس السليمة للصناعات الغذائية الحديثة، ومستندين إلى مجموعة من الركائز المبنية على الأسس السليمة للصناعات الغذائية الحديثة، والتزامنا الكامل تجاه شعب مصر العظيم بتقديم منتجات غذائية طبقاً للمواصفات القياسية العالمية. وتحقيقاً لما تقدم، فإنه بمشيئة الله تعالى وخلال الاحتفال بعيد تحرير سيناء القادم، سيتم افتتاح المرحلة الثانية من مصانع الشركة، وعددها 4 مصانع، منها مصنع منتجات الألبان، مصنع للجبنة، مصنع للحلاوة الطحنية، ومصنع للكرتون المضلع. وأخيراً، اسمحوا لي سيادتكم بتقديم الشكر للعاملين بشركة سايلو فودز، وهم يعاهدون الله وسيادتكم ببذل أقصى الجهد لتوفير احتياجات شعب مصر العظيم من منتجات الشركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.